ام تامر محمد عبد الله مصاب يوم 28 يناير في بلال التحرير. الصف في بلال التحرير في ايه؟ في عينه. عينه راحت. لا واحده الحمد لله. الشمال ولا اليمين؟ الشمال. ايه اللي حصل طيب؟ ايه اللي حصل؟ قالوا قايمين بالمظاهره طالبين العدل والقصاص. دلوقتي حاكم لا ما فيش حاجه، كله بنسمع كلام. لا 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 كله بنسمع كلام. ما فيش تعويضات لغايه دلوقتي، وما فيش محاكمه للحبيب العدل اساسا. احنا اتحددت لنا جلسه ولسه لغايه دلوقتي ما عملوش اي حاجه. بتتاجل. هو كم سنه؟ 25 سنه. ماذا يعمل؟ كان كهربائي سيارات ودلوقتي ما بيشتغلش. لا ومتجوز وعنده بيت واسره. محتاجه عمليه هو لغايه دلوقتي محتاج عمليتين. ما فيش اي حاجه. طب ممكن تليفونك توريه عشان احطه على الشاشه لو حد عايز يساعد او اي حاجه؟ لا بس مدام شيرين بتساعدنا ومدام هبه من الامانه هم كويسين معانا صراحه. هم اللي عملوا له عمليتين، عملوا له عمليه تجميل ولسه. وايمان فوزي يعني في حد متابعه يا حاج؟ انت بقى عايزه حقه الجامعه عايز بس ياخد مجراه. حقنا كلنا. يعني حقنا كلنا صراحه. مدام شيرين ومدام هبه ومدام ايمان صراحه قايمين بالواجب. لكن انت بتطري علي حقنا كل الواجب. مصريين من 80 من 80. ماشي يا حاج. الله يخليك. حبيبي عامله مؤتمر صحفي بتاع الفطريات كمان شويه هنا.